أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. طبعا كشف التاريخ العسكري على مدى ما يقارب 4000 سنة عن أدوار متفاوتة القوة والتأثير أدتها المرأة بأوجه النزاعات العسكرية شتى، فقد برزت بالعديد من حروب التاريخ القديم كقائدة ومقاتلة، كما تم نسج القصص والأساطير بمختلف المجتمعات البشرية حول بطولات النساء بالعصور القديمة من ما كان واقع ومن ما كان من نسج الخيال. طبعا تأثر المجتمع اللبناني بحكم انفتاحه على العالم الخارجي بداية ستينات القرن الماضي بموجات متعددة من العادات الغربية يلي عصفت فيه، فدعت هذه الأخيرة إلى كسر القيود الاجتماعية المتصلبة والتحرر منها، فأصبحنا نرى المرأة اللبنانية تنافس الرجل بمجالات عدة حتى وصلت للقوى المسلحة، فصارت إيد بإيد هي والرجل لنصرة الوطن والدفاع عنه. الحديث أكثر عن دور المرأة بالجيش اللبناني بصرني استضيف الملازم مشلين المعروف. أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك. يعني قد حلو حضورك اليوم معنا، وقد بيأكد على قوة المرأة البدنية والعقلية، وقد حلو هيدا الحضور لنكون عن جد عم ندافع فعليا عن هيدا الوطن. الملازم مشلين معروف، إذا بدي أسألك أول شيء عن دور المرأة بالجيش اللبناني، هيدا الدور كيف أنت كمرأة ملتزمة بقضايا الوطن وموجودة هلأ بالجيش وتحديدا بالبحرية عم بتشوفي هيدا الدور اليوم؟ أول شيء دور المرأة كان بيرتكز أكثر على الإدارة، على الشغل الإداري، لحد ما انفتحت الفرصة قدامنا وعطيونا الجيش فرصة لنبين حالنا بالشق العسكري، بالشق التدريبي. هيدا الشيء اللي خلينا نوصل، يعني بالنهاية كل إنسان بده فرصة بحياته. نعم. فالجيش عطينا هيدا الفرصة وبينا حالنا، ولو ما نجحنا ما كنا كفينا وما كان فات غيرنا. كنا هلأ موجودين عم نحكي عن الموضوع كمان. أكيد. يعني قد حلو هالحضور، وقد بالوقت اللي كان هيك شوي بالمنتاليتي إنه القصص يلي بدها قوى بدنية وبدها تدريبات هي حكر فقط على الرجال، هيدا الشيء بالعكس دحضته المرأة بمختلف المجالات وبرهنت إنه قادرة تكون موجودة وين ما كان. إذا بدي أسألك أنت شو يلي خلاكي تختاري تفوتي على الجيش؟ هلأ مثل ما عرفت إنه أنت كتير بتحبي هذه المؤسسة، بس كتير بنسمع إنه قادرة تتحملي، قادرة تكوني موجودة بهذا المطرح، خبريني قصتك. أول شيء من أنا وصغيرة كنت روح أنا والماما على سوريا، نقطع على الحدود كنت دايما لاقي أنثى بالبدلة بالأمن العام ونجوم على كتافها، دايما كنت قلها للماما إنه كتير حلوة وكتير بحب يعني صير مثلها. كل ما نروح ونجي دايما ذات الجواب، ذات السؤال، ذات الفكرة براسي عم تنطبع، لحد ما رسختها براسي وخلص قلت بدي أحققها لو شو ما صار. وعبال 2018 فتحوا تطوع للبنات وفتت. إذا بدي أسألك شوي، بس تقولي كنت تقولي هيك لأمك، شو كنت تقول؟ تحب إنه أكيد كتير، مع إنه في خطر، يعني الواحد بس يقرر ياخذ هيك خطوة، يعني الجيش هو المدافع عن الوطن، يعني معقول يكون في الله لا يقدر حالات خطرة، يعني في حرب، هيدا سلاح، مش عم نلعب بالجيش. شو كيف كانت ردة فعل أهلك على هذا الموضوع؟ هلا أول شيء ردة فعل أهلي كتير كانت إيجابية. السبب أول شيء الخطر مرافقنا وين ما نكون، وبأي سلك كان، بأي وظيفة كان، الخطر موجود ولحقنا، لأنه مستقبلنا ما بنعرفه. صحيح. مش يعني منتجاهل المستقبل، ما بنعرف شو مخبالنا. فلا أهلي كتير شجعوني، خصوصا أنه أهلي أنه خيي كمان بالسلك العسكري. عائلة ملتزمة بالجيش اللبناني. إيه هالشي خليهم يشجعوني أكتر وأكتر. قلتي لي بوقتها ما كان في حربية للبنات، فتخصصتي بالهندسة المدنية، ليش اخترت موضوع الهندسة المدنية تحديدا؟ أول شي كنت ترمينال أسجي، يعني كتير فكريا بحب المات. نعم. وتقدم على ضابط اختصاص كونه ما كان في حربية، ما كان في قدامي إلا يا هندسة يا طب يا إدارة أعمال، توجهي أكيد كان هندسة، هذا الشيء اللي خلينا اختار هذا الاختصاص. كمان بتحبي المات يعني شوي أكثر. هلا مش كل البنات كمان بيحبوا المات، كمان هيدا الشيء جدا مميز. خلصتي وصار في تطوع للبنات وقدمتي بال 2018، خدمتي سنتين
بمغوير البحر برتبة جندي. خبريني عن هذه التجربة وخبريني شوي عن هيك التحديات يمكن اللي واجهتك، خصوصي بس تكوني حدا يعني فاتي على مطرح جديد، فاتي عم تكتشفي حالك، عم تكتشفي قدراتك، عم تكتشفي كيف الآخر رح يتعامل معك. أول شيء رح بلش لك من الصفر. بس اتطوعنا على المؤسسة التحقنا بالوزارة، نعم. قعدنا كم شهر تكانوا اجوا تشكيلاتنا على القطع. بهيدي الفترة قطعت بنت كانت لابسة بدلة مغوير البحر، فكتير كان عندها حشرية اسأل انه شو هي هالبدلة، لشو بترجع، شو كل هول التفاصيل. سألت وعرفت، وعرفت انه هيدا فوج مغوير البحر وفيه كتير نشاطات وهذا الشيء اللي انا بحبه يعني وبطمح له. بس ما أخذت وعطيت، تركته بس براسي لأنه تاركة الأمور تمشي مثل ما بدها، يعني مثل ما الله ناوي يرسم لي طريقة بدي أمشي فيه. لحد ما بدقوا لي نهار بيقولوا لي إجت تشكيلاتك بكرة بدك تلتحق. نعم. قلت لهم وين؟ قالوا لي فوج مغوير البحر. كانت من أحلى اللحظات يلي عشتها بحياتي. التحقت بالفوج، كله نشاطات عبارة عن مروشة، جولات هوائية، أرضية، ركض، كل شيء. شو اللي جذبك بموضوع البحر؟ ليش قلتي انه حبيتي تختاري موضوع البحريه تحديدا؟ بحب البحر، يعني كثير بحب زراءه، بحب برتاح، كثير بيريحني بحب. احنا عم نشوف اكيد صور رح نبلش نشوفهم على الهواء، يمكن من التدريبات يلي صارت. خبرينا شوي اكثر هيك عن الصور. هلا بالدورات بتكونوا سيدات ورجال صح؟ أكيد. ونفس التدريبات تخضعوا لها؟ اكيد. وبخصوص الصعوبات يلي واجهتها بمغوير بحر، اكيد ما كان هين، يعني شيء كان كثير جديد، بس طورتني وقدراتي خلتني وقناعتي اني اوصل، خلتني اوصل من شخص ما بيركض لشخص صار يشارك ببطولات على صعيد لبنان وعلى صعيد الجيش بالركض. فهيدا الشيء اكتسبته لإلي. اكتشفتي حالك يعني؟ اكتشفت حالي. يعني ما فينا نقول انه قدرتي محدودة، لا، بدي اكتشف حالي، بدي اعطي حالي فرصة تبين حالي. قدي هالكلام محفز للسيدات وكمان أكيد. لبعض الرجال اللي بيقولوا لا ما بتقدر، لا مش مطرحه. ما هو بمجرد ما شخص قدر يعني كلنا قدرين، فبس نعطي حالنا فرصة انه نجرب. اللي صحيح. حيجرب اكيد حيوصل. هلا انت بمطرح ما توفقتي وقررت تكملي، يعني شو قصة هالإصرار؟ كملي لي القصة تشوف لهلأ صرت ملازم بالبحرية. فتح حربية للبنات، هيدا كانت أول مرة بتصير بال 2020. كانت فرحة حياتي أنه فتحوا حربية. قدمت دغري واشتغلت على حالي، درست، بس ما توفقت. زعلت أكيد، ما رح أقول لك لا، أكيد زعلت، بس ما استسلمت. رجعوا فتحوا انه يلي وصل للخط بحق له يطلع كتل ميز رتيب على الشيخ عبد الله. وهذا الشيء اللي عملته، طلعت قلت ما بدي اخسر ولا فرصه بحياتي، خصوصا بحياتي العسكريه. طلعت كانت ما استسلمتي ولا شوي. أكيد. شو هالاصرار؟ اكيد. وهيدا بتصور موجود عند الجيش اللبناني، هيدا الاصرار ضروري كل شخص كمان يكون موجود عندنا بحياتنا ونقول انه لا قادرين نوصل وقادرين نحقق وقادرين نغير 100%. وبس طلعت لفوق كتير تعلمت قصص، وكانت كتير قريبة دورة الشيخ عبد الله بالكلية الحربية، يعني ذات التدريبات أخذناهن، غبنا عن أهالينا، يعني كانت أول مرة، يعني هذا أصعب شيء معقول أنا أقطع فيه وأهلي يقطعوا فيه، إنه غبت عن الوقت تقريبا. أول فترة كانت تقريبا شي 20 يوم. هذه أول مرة بتعمليها بحياتك؟ هي كانت أول مرة أنا طلعت غبت عن أهلي 20 يوم. نعم. تخشن ما فيها أحكيهم، وبعيدة يعني من بيتي على الشيخ عبد الله كانت مسافة كتير بعيدة، بس هيدا الشيء اللي قواني وعطيني فرح إني بلشت حقق شيء أنا بطمح له، إني فوت بهيدا التدريب العسكري. وكمان كانت أول دورة للبنات. تدريبات يلي بتصير بتختلف تدريبات البنات عن تدريبات أبداً. الشباب ابدا ما بيراعوا انه هيدي بنت ابدا. بالعكس، هيدا اكثر شيء حلو لانه عم يعطونا الثقه انه نحن قادرين نوصل مثلنا مثل الشباب، لانه هيدا شيء جديد بالنهايه والعالم بعد ما انه معود عليه. واثبتوا عن كفاءه، واثبتنا، ولو ما اثبتنا ما كانوا كفوا بالدورات وما كانوا بعدهم عم بيطوعوا بنات. ست شهور رجعتي قدمتي على الحربيه ونجحتي، خلصتي السنه الاولى وكان تصنيفك الثاني على الدورة. خبريني شوي أكثر، يعني خليني فوتيني شوي أكثر بالتدريبات. تدريبات من أي نوع؟ هل في تدريبات بتكون يمكن عملية أكثر؟ خبرينا شوي أكثر هيك لناخذ فكرة إذا عن جد كمان هيك بنات عبالهم ينخرطوا بصفوف البحرية وغيرها، شو ناطروا؟
ما بدنا نخوفهم. ايه اكيد. اول شيء كثير حلو كل شخص بهالحياه ان كان شاب او ان كان بنت يخضع لهيك نوع من التدريبات. اول شيء بتقوي شخصيتك، بتكتشف الحياه وبتكتشف حالك. هذا اهم شيء، انك تكتشف قدراتك وما تعتبر انه قدراتك محدوده، انه انا بس هالقد في اعمل. لا، هذا اكبر غلط. فالتحاق للحربية أكيد كانت فرحة حياتي، يعني حلمي عم يلتسم قدامي. شو حلو. يعني أنا عم شوف حلمي. شو هالشغف. أكيد يعني في كتير صعوبات، ما بقلك لا، يعني الصعوبات مبلشة من أولتها. نحن غبنا 60 يوم عن أهالينا. 60 يوم تواصلي مع أهلي كان عبر رسالة. بس وديلهم أغراضي ويردولي برسالة. أكيد هيدا كان من أصعب شيء معقول نعيشه. وأكيد كان بيننا وبين الشباب يعني الحلو انه كانوا معنا عم يشجعونا، يعني مش شيء بنت ولا، بالعكس كنا كتير ايد وحده، كنا دوره وحده. هيدا كان احلى شيء عشناه صراحه، وكتير كنا نشجع بعض. اكيد في كتير انضباط، في وعي كتير بكير. هودي حكما اللي رايح على الجيش بده يعرف انه هولي اكيد ما هو اهم شيء بالجيش. والشيء اللي حلو بالجيش انه فيه نظام وفي انضباط وفي خلص سلوك معين بدنا نتعامل فيه لو شو ما كانت الرتبه. هلا كصعوبات هيدا اكيد قطعنا فيها، بس حبي وشغفي للشيء اللي عم بعمله ولاني عم شوف حلمي خلاني اتخطى كل شيء بسلاسه واتخطى هالصعوبات لاوصل للي بدي. شو حلو. مشين تغيرتي من وقتها؟ أكيد. من قبل ما فتتي لهلا بتحسي حالك شخص عن جد نحتته هالقصص؟ صار شخصيتك شخصيه حدا جدي وملتزم وعنده ايمان بهذا الوطن؟ اكيد أكيد، لأنه يعني شخصيتي قبل ما فوت على الجيش، بس فت على الجيش، بس فت على الحربية شيء، وبس تخرجت تغيرت كليا. يعني هلا أنا مسؤولية اللي على كتافي بتخليني كتير انتبه لكل شيء بدي أعمله، بتخليني أعرف حالي أنا وين وقدي قدراتي وقدي. هيدي بدلة الشرف بالنهاية، هي بدلة الدفاع عن أكيد الوطن. أكيد وبتشرف يلي بيلبسها بتشرفوا البدلة، لأنه هيدي بدلة الوطن. نحن بس نقول يا وطن بتكون بتطلع عفوية منا، بس هي بتدل قديش الجيش اللبناني هو بيمثل هيدا الوطن، هو كرامته لهيدا الوطن. مشلين بدي روح شوي معك على سنة تانية جيتي على البحرية وعملتي دورة تفتيش ومداهمة السفن. هيدي الدورة خبرين شوي أكثر، هي لها علاقة بالهجرة غير الشرعية، لها علاقة بتهريب يمكن المخدرات الأموال، خبريني شوي شو يعني دورة تفتيش ومداهمة. اوكي، الفي بي اس اس هي تفتيش ومداهمه سفن. اول شيء في معايير لنفوت عليها للدوره، الرياضه اهم شيء، اللياقه البدنيه. هي مقسمه لكذا قسم، عندنا تيوريك وعندنا براتيك اللي بنطلع فيه على مدرسه القوات الخاصه، بنعمل كل الجولات رابال فاسترو ورميات، اهم شيء رميات، ومن بعدها بنرجع بنجي بنطبق. هلا هي شو هدفها؟ هدفها مثل ما حكيت قبل التهريب، الهجرة غير الشرعية، مثل ما هلا كثير يعني صرنا عم نسمع كثير عم نسمع للأسف، مخدرات، القرصنة. فالفي بي اس اس هي شغلتها او شغلتنا نحن كعناصر مداهمة وتفتيش سفن انه نلقط هدول المواضيع اللي عم ما بتفكري بالمخاطر. يعني انا تعرفت صراحة ورح اقول على الهواء على خطيبك. خطيبك كمان ضابط بالجيش اللبناني، وقلت سألته قلت له ما بتخاف علي؟ قال لي أكيد، بس أكيد بشجعها، لأنه يلي عم نعمله هو رسالة، ويلي عم نعمله هو عن قناعة، ويلي عم نعمله هو بداية تطوع، لأنه نحن بهمنا نكون موجودين بهيدا الوطن. فقدي الموضوع هيك شوي يمكن دقيق، وقدي الموضوع في خطر، يعني بتتوقعي مخاطر، بتتوقعي يعني بالنهاية جيش وبالبحر ومداهمة. بس نحكي مداهمة، يعني معقول يكون في قواص، معقول يكون في قراصنة. إذا بدنا نضل نفكر إنه يي أنا رايحة أموت مش حروح، فلا مفروض ننسى هيدا البارت ونركز على شغلنا، لأنه بالنهاية المكتوب رح يصير وما حدا يعني بيعيش أطول من عمره مثل ما بيقولوا. والخطر برجع بقول إنه موجود وين ما كان، يعني كيف ما رحت الخطر ملاحق. فلا مفروض ركز انا على شغلي وعلى وظيفتي اللي انا اخترتها. صحيح. يعني ما حدا جبرني عليها. انا اللي اخترتها، لا بدي اكون قدها او ما اكون. شو حلو وشو هال شو هال قد ايه واثقه وقد ايه مؤمنه بهالمؤسسه بالفعل. عملتي سنه ثالثه دوره غطس، خبريني شوي عن هالدوره وقد ايه مهم كمان يكونوا الدورات عن جد اللي عم تعملوها عم تسقل قدراتكم وعم بتوعيكم على كثير امور. هلا كدورة الغطس ودورة تفتيش ومداهمة سفن هن الدورتين البحرية بامتياز. هول يعني اجباري لازم نعملهم؟ مش اجبارية، بس هن هودي سئل البحرية اذا بدك.
فالغطس كله بيتوهم منه. يعني أنا بقول لك أنا بالسنتين قدمت عليها ما نجحت، سقطت بأول بالاختبار السباحة وبالأبناء. مش هين، مش هين يعني. أكيد منا هينة، وما كنت حطيتها براسي صراحة. فبس خلصت دورة الفي بي أس أس حطيتها براسي وقلت بدي أعملها. فكان معي فترة سنة أتمرن له وأتحضر له. نزلت من دورة الفي بي أس أس دغري على التمرين، ولأنه خلص حطيتها براسي، حطيتها براسي وصلت له والحمد لله عملتها، وكانت شيء كتير حلو وكتير لازم كل العالم تجربه. ما تخافوا منها يعني، هي ما فيها شيء. شو هالقوة يا ميشلين. مثل ما قلتي صرتي هلأ بتعتبري حالك متمكدة من قدراتك، ولكن بالرغم من كل هيدا بعدك عم تخضعي لدورات، ومن جمعة رجعتي من مصر كنتي بالدورة مع اليو ان او دي سي بي كمان بتفتيش ومداهمة سفن. خبرينا شوي عن هي الدورة، خبريني شوي عن أهمية كمان الدورات اللي بتنعمل برات لبنان. أوكي، اللي أهلنا أن أعمل هيدا الدورة برا لأني عملتها أوريدي بلبنان، فهيدا الشيء فتح لي الفرصة أني أطلع لبرا. أكيد كتير حلو نختلط مع الدول برا، يعني تشوفي هني كيف عم بيفكروا من هيدا الموضوع، تتعلمي منهم بيتعلموا منك. وخصوصا رحت على مصر وبالجيش المصري البحري ما كان في ولا أنثى، فكنت أنثى لحالي. هيدا الشيء كمان شجعني أكتر وعطاني ثقة أكبر أنه بالنهاية عم مثل لبنان، فكانت إكسبيرينس كتير حلوة لإلي. واكيد بنتعلم كثير قصص، يعني كان معنا من ايطاليا ومن قبرص والمدربين من بريطانيا، فكثير تعلمنا قصص. على اي اساس بتم اختياركم للدورات؟ هل بتروحوا يعني الستات تبع البحريه اللي هن ملتزمين كلكم، او بنقوا اشخاص حسب قدراتهم؟ هي حسب الدوره، لاني عامله الدوره اخترت يعني تروح كم اختياري. انت هلا مثل ما قلت انت خاطبه، برأيك ما بيتعارض موضوع الجيش مع موضوع تأسيس عائلة ومع موضوع يعني حياتك العائلية وحياتك الأسرية؟ وأكيد مفكرة إذا بدك تتجوز إن شاء الله عن قريب يصير عندك أولاد، هل الموضوعين بيتعارضوا برأيك؟ أبدا. والجيش وين ساعدنا أكتر شيء؟ لما حملنا مسؤولية، صرت تعرفي أنه عندك كتير القدرة أنك تتحملي مسؤولية، فما رح يصعب علي أن أوفق بين مهنتي وبين حياتي العائلية. والزيادة مثل ما قلتك أنت عن خطيب أنه هو كمان ضابط، يعني كتير قادر يتفهم هذا الموضوع وقادر كتير يستندني، وإيد بإيده أكيد رح نوصل. يعني بالنهاية لحالي ما رح أقدر أعمل شيء، أنا وياه مع بعض رح نقدر نأمن عائلة حلوة ورح نقدر نوفق بين مهنتنا وبين عائلتنا، لأنه لكل شيء له وقته. منوجه له تحية، هو معك كمان بالكوليس، وشفت قد ايه عامل لك سبور وقد ايه واقف حدك وقد ايه كمان هو جدا ملتزم. عن جد الله يوفقكم بحياتكم. سؤالي الأخير لك ميشلين، يعني كلنا بنسمع عن الوضع الاقتصادي المتردي، كلنا بنسمع انه مثل كل القطاع العام يعني الجيش مثل اي شخص كمان ما عم ياخذ حقه من ناحيه الماده، ما عم ياخذ المعاش اللي لازم ياخده. هل شي مره فكرتي تتركي؟ هل ندمتي انه انت بالجيش اللبناني، لا سيما انه يمكن الوضع الاقتصادي هلا عم بيفرض علينا تحديات تانية؟ اول شيء رح بلش انه ما في انكر انه الوضع صعب، بس مش يعني يصير التركيز بس على الجيش. بالنهايه كل المؤسسات خضعت لهذا الضغط الاقتصادي، وكل الشركات، في كتير شركات أفلست وموظفينا قعدوا بالبيت، أما نحن المؤسسة كتير وقفت حدنا، لمتنا، دعمتنا، وبعدنا بالجيش. على القليلة أنا إذا مرضت رح فوت على المستشفى ما رح أعطي الهم شيء، المؤسسة كتير عم تدعمنا، كتير عم بتساعدنا، وبعدنا واقفين وصامدين. يعني هاي المؤسسة الوحيدة اللي بعدها صامدة على إجريها. شو حلو يعني تنتمي لمؤسسة هالقد قوية، قد ايه بحسسك بالأمان؟ كتير. يعني أنا ولا مرة عطلت هم شيء طالما المؤسسة بظهري. عشو بدي أعطي الهم؟ يعني أوكي المعاش قليل أو أقل من ما لازم أو بغض النظر شو ما كان، بالنهاية أنا فتت متطوعة على الجيش لأني فتت بحب وطني، وهلأ الوطن بحاجته، هلأ بتركه؟ شو حلو. ما الحياة كلها، مين أنت خلقنا على هالدنيا وحدا قالنا أنه الحياة هي مسيرة رح نمشيها طريق جالسة؟ أبداً. حلو هالكلام يا ميشلين، وشو محفز. بدي ارجع اقول لك ينعاد عليك يا رب، وبدي اعيد من خلالك كل الستات بالسلك العسكري، بدي اقول لهم انتم ابطال ابضيات وحلوين، يعني عن جد يعطيكم الف عافيه، ونحن بنشوف حالنا فيكم. الملازم ميشلين معلوف نورتي صبحيتنا، طبعا مشاهدينا لقاءاتنا مكمله كلها باطار السيدات المميزات اليوم بيوم المرأة العالمي. فاصل صغير وبنرجع.